هي المرابطين أولاد السيد الحاج عمرو دفين تدغى ويتعرفون منه بحول الله وقوته وبشامل يمنه وبركاته أننا جددنا لهم على حكم ما بأيديهم من ظهير مولانا الوالد متع الله برضاه وبلغ بخير الدارين المتمنى وكذا على حكم ما بأيديهم من ظهائر أسرافنا الكرام قدس الله أرواحهم وأسكنهم أعلى الجنان المتضمنات توقيرهم واحترامهم بحيث لا تخرق عليهم عادة ولا يحدث في جانبهم نقص أو زيادة وحشيناهم عن ما يطالب به غيرهم من العوام من التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية تجديدا تام الرسم نافذ الحكم ونأمر واقف عليه يعمل بمقتضاه ولا يحيد على كريم مذهبه ولا يتعداه صدر أمرنا بهذا في 16 من محرم الحرام عام 99,100,000 إذن والسلام لا يبارك على سيدي كل دولت ما هنا الغير والسيد السيد مدير جماعة الغير والسيد رئيس جماعة تدغى السفلى والسادة شرفاء زاوية سيدي الحاج عمرو والسادة فقهاء زاوية سيدي الحاج عمرو والسادة أعوان السلطة والسادة رجال الإعلام مرحبا بكم جميعا في هذا الحفل نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحفل المبارك فنفتتحه بإذن الله بقراءة ثنائية لفقيهين من فقهاء زاوية سيدي الحاج عمرو وهما سيدي عبد العزيز زيلو والسيد سيدي سليمان حمي فليتفضلان مشكورا رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي أنا تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده
وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. على هذا الشكر نعطي الكلمة للأستاذ عبد الله غازي ليلقي كلمة نيابة عن ساكنة دوار وقصر حارث المرابطين، فليتفضل مشكورا. صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. حضرات الضيوف الكرام، حتى لا تخذلني الكلمات وأسهى اسما أو صفة، أرحب بجميع الضيوف كل باسمه وصفته ونسبه الشريف. تغمرنا السعادة ونحن في هذا المقام الطاهر الكريم، في هذا اليوم المبارك السعيد، في هذا المكان المبارك السعيد، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم خطواتكم المباركة. أيها الإخوة، أيها السادة الكرام، إننا نحتفل اليوم بذكرى رجل مؤمن عظيم يرقد في هذا المقام الكريم، وهو المولى سيدي الحاج عمر رحمه الله تعالى، جد أبناء هذه الزاوية التي أسسها وأفنى حياته للمعرفة ونشر العلوم الشرعية من خلال هذا المكان الذي أسهم وما زال يسهم في نشر القرآن الكريم وعلوم الدين بين الأجيال من خلال الكتاتيب القرآنية ومن خلال المدرسة القرآنية، مدرسة سيد الحاج عمر، حيث العمل فيها اليوم ولله الحمد وفق مناهج التعليم العتيق التي أعطى مولانا أمير المؤمنين يعني توجهه واهتمامه بهذا المجال وبهذا المسلك العلمي الأصيل المغربي. إذن من خلال مدرسة سيد الحاج عمر التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لذا نرحب بكل الزوار مسؤولين وأعضاء الجماعات والمستشارين وكل ويعني ضيوفنا من باقي الدواوير، نرحب بالجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مقامكم هذا بيننا مقاما سعيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الموسم لهذه السنة جاء استثناء، يعني نسخة استثنائية، أما النسخ الماضية كان يحضر السيد العامل صاحب الجلالة يحضر هذا اليوم، اليوم بالذات اليوم الثاني من الموسم، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرزقنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. إذن الفقرة الموالية نتلو برقية ولاء وإخلاص لمولانا السدة العليا مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وشفاه وعفاه، يتلوها السيد الحسين الهاشمي رئيس لجنة تسيير الموسم، فليتفضل مشكورا. إلى الجلال الشريف اسمه الله مولانا أمير المؤمنين نصره الله أعز وأمره، من أبناء شرفاء زاوية مولاي الحاج عمر دوار حارث المرابطين جماعة الغسلة تقويم تنغير، الموضوع برقية ولاء وإخلاص. السلام على المقام العالي لله ورحمته تعالى وبركاته، فبعد دين ما يليق منه فروض الطاعة والولاء لمقام أمير المؤمنين مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عز وعلاه، وبمناسبة انعقاد الموسم الديني السنوي لزاوية الولي الصالح مولاي الحاج عمرو لعام 43,400 هجرية 22,000 ميلادي لحاق المرابطين جماعة تدغى السفلى، أتشرف بكل إجلال وإكبارا
أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائي وسكان شرفاء الزاوية أن نرفع إلى السجدة العالية لله آيات الولاء والإخلاص والتشبث بالعرش العلوي المجيد مباركين لجلالتكم كل الخطوات التنموية التي تخطونها لهذا الوطن نحو التقدم والرفعة والازدهار في ظل نعمة الأمن والاستقرار. وبهذه المناسبة نجدد لكم العهد يا مولاي أننا سنظل جنودا مجندين وراء جلالتكم لخدمة هذا الوطن العزيز من أجل المزيد من التقدم والرفعة. في ختام هذه المناسبة السنوية المباركة نرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يبارك في عمركم ويبارك جهودكم ويبقيكم ذخرا وملاذا للبلاد والعباد ويقر عينكم بولي عهدكم المحبوب مولاي الحسن وأن يشد أزركم بشقيقكم المولى رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما نسأله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه باني المغرب الحديث والدكم المنعم المغفور له الحسن الثاني ومحرر البلاد جدكم المغفور له محمد الخامس إنه سميع مجيب والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بحار مرابطين يوم 18 ذي الحجة سنة 43 و400 وألف هجرية الموافق 18 يوليوز 22 2000 نيابة عن قدام الأعتاب الشريفة أبناء وشرفاء زاوية مولاي الحاج عمر حسين العشيري. بارك الله في أمير المؤمنين ونصره وشفاء الذكرى بدعاء صالح لمولانا أمير المؤمنين وينادي على السيد الفقيه سيدي محمد فؤادي أن يتفضل مشكورا. لله كما ينفع من جلال وجهك ولعظيم من السلطان. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيد نواصينا بيد ماض فينا عدل فينا قضاء نستبدي من رضاك المنحة كما نستبدي بك المحنة ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل بما علمتنا وانهج لنا سبيلا تهدي اليك وافتح لنا بابا هدي من بعدك فمقالي في السماوات والارض انت على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الايمان الدائم ويقينا صادقا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم يا رب استجب لنا الدعاء ولا تخيب لنا يا مولانا الرجال. نرفع إليك أكف الضراعة وقلوبنا متيقنة بأنك ستجيب لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تؤيد بنصرك أمير المؤمنين. اللهم يا رب انصره نصرا عزيزا يعز به الدين وأره في ولي عهده ما تقر به عينه يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم احفظه من كل مكروه وقه يا ربنا كل سوء وضر وأره ما يثلس صدره في ولي عهده مولاي الحسن وفي صنوه صقيقه مولاي الرشيد بباقي أفراد أسرته. وتغمد يا أكرم الأكرمين بواسع رحمته الحسن الثاني محمدا الخامس وجميع أمواتنا المسلمين
اللهم إنا نسألك إيمانًا دائمًا ويقينًا صادقًا وحلالًا طيبًا. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا توبةً واصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. وبالمناسبة نقرأ إليك يا ربنا أن تتغمد صاحب الضريح بواسع رحمتك، أن تسكنه يا مولانا فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اجعل كل تلك الأعمال التي قدمها لصالح الإسلام والمسلمين ولصالح القرآن وعلومه، اللهم يا رب اجعلها في ميزان حسناته، ارفع بها درجاته، اللهم اغفر له الذنوب، اللهم اغفر له الذنوب، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسألك يا ربنا أن تحفظنا بلدنا هذا المغرب كما حفظت اللسان بين الأسنان. اللهم يا رب إن بالعباد والبلاد من الضنك والجهد ما لا نشكره إلا إليك. اللهم أنبت لنا الضرع، اللهم أنبت لنا الزرع، أنزل علينا من بركات السماء، أخرج لنا يا مولانا من خرات الأرض. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك في بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم يا رب هذا دعاؤنا استجبه يا من لا تخيب رجاء الصالحين من عبادك. آمين يا رب العالمين. يا من قلت وقولك الحق أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. اللهم يا رب إن هؤلاء المؤمنين قد رفعوا إليك أكف الضراعة، وأنهم يعلمون يقينا أنه لا يقدر أن يأتي بالماء المعين غيرك، فلا تخيب لنا يا سيد الرجاء واستجب لنا يا مولانا الدعاء. آمين آمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحل المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه المؤمنين إلى يوم العرض على الله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.